تعليقاتكم اكيد مشاهدينا هون عندي بالنسبه لموضوع قديش بتستغنوا عن تليفونكم. صوفيا حطت لي كثير كثير صعب بس بالقوه تقريبا شي 4 ساعات بس هيدا هو. رانيا عم تقول ما بقدر ابعد عنه ابدا الا لو نسيته ساعتها بحس باليتم هيك حتى. محمد قايل انا شخصيا معي 4 اجهزه بقدر استغني عنهم وقت اللي بكون بحاجه للهدوء وببعد بعيد عنهم كمان بقعد بس اوقات لمده بتزيد عن ال 24 ساعه، برافو عليك. سيرين عم بتقول صراحه ما فيني استغني ولا لحظه عن التليفون، هي صعبه شوي يعني مش اكثر من ساعه ماكسيموم، سجود انا ما بقدر استغني عنه، هو جزء من حياتي وصار كثير صعب حتى، وانا حتى ونايمه بحطه على جنبي، بركنه منيحه مثل السياره حتى بركنه على جنبي، اذا اضطريت اتركه بكون ملتقيه بشيء اهم منه او ملتقيه مع عائلتي، وعمر عم بيقول تقريبا حوالي 0 ثواني. رح نتابع محطاتنا، خليني بس اعرفكم على بعض الافلام الموجوده حاليا بصالات السينما. بالسينما جديد بالصليد فيلم الاكشن نون ستوب. بعد تيكن 1 وتيكن 2 واختطاف بنته وعائلته بيعود ليام نيسن مره جديده لافلام الاكشن، وهالمره عن عمليه اختطاف طائره. Hey. الفيلم الكوميدي The English Teacher مع جوليان مور، نيثان لين، مايكل أنجارانو وغريك كينير عن معلمة لغة إنجليزية بتغير حياتها وقت اللي تلميذ سابق بيرجع على بلدتها بعد فشله ككاتب بنيويورك. Please, you don't understand. I lost. Not. فيلم الأنيميشن The House of Magic بصوت جراند جورج عن قصة هر عم يهرب من العاصفة بيختبئ داخل منزل بيملكه ساحر. وذاك فردر ادو حلقة لما وشوفي. فإذا شفتوا مين ضيفتنا لما بوجور؟ شو بدنا نقول بوجور؟ شو بدنا نقول عن ضيفتنا؟ ضيفتنا ليدي مادونا سموها. كان في خبرية بحب بلش فيها وأقول لك أول شيء نورت استوديو. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير غيدا. صباح الخير لما. وكلنا ناطرينك اليوم. صباح الخير. أحلى شيء تقولي صباح الخير لكل المشاهدين. صح. إن شاء الله يكونوا أعصابهم رايقة اليوم وتكون حياتهم رايقة. ما يكونوا زعلانين، يجربوا يتنسوا الزعل ويفرحوا. وقتها حيشوفوك رح يفرحوا يعني. ان شاء الله. على الاكيد. انا بتذكر خبريه بحب كثير اقولها هون، كنا وقتها بالحرب نهرب على قبرص كنا، وانا كنت مع عائلتي وفجاه بتجي الريسبشنست بتقول لي اجت اختك لما يور سيستر كيم، قلت لها يا عم اختي حد، بتقول لي نو يور سيستر، انه اللي حدك ما مش اختك، اختك هيدي اختك. قلت لها، قلت لي يو لوك لايك هير، الا انا اذا بس مش بدي انسى الشكل وانسى الفن، بس اذا بشبهها بروحها روحها الحلوه انا بكون اسعد مخلوق على الارض. ميرسي. لانه اطيب من روحها ما في. اشكر الله. وفنانه متكامله، لانه الفنان ما في يكون بس منظر، لانه بالنهايه بده يكون عنده علاقه مع الناس، والناس هن اللي بيعملوه فنان. اخلاقك وشخصيتك وكرمك، لان الواحد ما بيكون كريم شوي، ما دونا بيكون بكل شيء كريم. هو الفن بده كرم، بده كرم. صحيح. وهذا الشيء بس بيخلق مع الانسان، ما فيك بالقوه. الحمد لله انه عشت ببيت كريم وعشت مع محبه الناس. طبعا كانوا هن كرم علي، يحبوني كثير، تقدرت انا كمان اعطيتهم هال يلا اعطيتيني المحبه ان شاء الله تكفي والذوق الحلو لالهم، وتعلمت منكم مثل افضالكم الستات الحلوين، اخذ منها من كل ست هيك شيء انا يعجبني وزيدوا على اللي عندي مشان تا اعمل شيء لوك جديد كمان كون قدوه مشان تا كمان هن يشوفوني ويشوفوا شو اخر سرعات شو اخر ابتكارات، لانه انا خلاقه بحب الاشياء. اليوم رح نحكي شوي الشعطات الحلوين الفنيه، انتبهي. صح.
أنا رح أحكي عن مادونا اليوم، مش أكيد مادونا الفنانة والصوت والحضور، بدنا نحكي عن مادونا يلي كانت الناس قد ما تنطرها لتشوف شو لابسة شو عاملة، ينسوا أنها بتغني، ينسوا أنها صوتها حلو، ينسوا أنها بالنهاية فنانة استعراضية، فنانة استعراضية، ينطروها. وأنا بحب دايما أقول مثل الصبوحة، الله يطول بعمرك، الله يطول عمرك، مش تطلع بعلبك، الناس تنطر بس شو لابسة صباح وما شاء الله على صوتها، صح. عرفتي؟ فاليوم رح نحكي، حطينا شفنا هلا كليب، يعني مادونا بلشتي مع اكبر اكبر مصممين، انا ما بنسى وقتها بلشتي مع إلي صعب، كنت ايقونة إلي صعب، بعدين كذا فنان اشتغلتي معهم، بس في تاتش مادونا كثير مع مصممين لبنانيين وعالميين كمان. بقى اذا بتعملي لنا هيك جرب يعني كيف بلش؟ اكيد بلبنان بتعرفي بالثمانينات كانت صحيح. اول نجوميتي وطلعين طلعه حلوه، وكمان صحيح. كانت اول بدايه المصمم العالمي اللي صعب وجهه تحيه كبيره اكيد، فكنا سوا، يعني انا اعطيته من روحي وهو اعطاني من روحه، وتعاوننا ايد بايد لكنا نطلع هالابداع هيدا اللي كانت كل الناس تنطره، اللي هي الاناقه المفرطه بزارة. المبهرجه مصبوط. مع فؤاد سركيز كمان بوجه له تحيه، المصمم العالمي اللي هلا يمكن ما بعرف اي بلد موجود، ان شاء الله يكون عم بيشوفني، بقول له انا اشتقت له كثير. اذا بتلاحظي هالفستان يلي عم تشوفوه الجمال كله هيدا كمان من فؤاد سركيس، ولبست للمصمم روبير ابي نادر وسمير صباغ، يحيى البشري من السعوديه، عمر من السعوديه، في كثير مصممين بلبنان، روبير ابي نادر، يعني في كثير مصممين انا تعاونت انا وياهم بلبنان، كنت حب انه نشجع كل المصممين بلبنان، حتى هلا في كثير مصممين طالعين جداد وعطوا من فنهم ومن ذوقهم على غير فنانات، يعني صح. ما كان في الي بعد التعاون معهم، حبيت اللي قدموه كمان. هلا انت شجاع، بس في اشياء شفتها انه ما قدموا لي شيء جديد لانه قدموا لي شيء انا يعني كانهم عم بيعيدوا التاريخ. بتحس الناس عندكم حساسية هون؟ عنا حساسية هون؟ هون ايه؟ عنا حساسية الايسية يمكن شوي؟ هلا مع هلا بس بدي اقول لك شغلة، بدي اقول شغلة عن مادونا، مادونا الحلو فيكي، يلي حلو فيكي رائع جدا، قديش تعاملتي مع فنانين كبار، اعطيتي مجال للفنانين الجدد، واحد، اثنين، بعدك كنت عم تقولي وراء الكواليس انه دايما بسمع دايما قد انا خلاقه، انا بسمع، يعني كنت عم قلتي لي لما شو بيعملوا هيك بيعملوا، ايه بحب اتعلم انا ما لانه هيك، وهذا اللي بخلي الفنان يتطور. ايه كثير عندي حب اني انا اليوم اذا بتعطيني ملاحظه او تقولي لي اليوم صلحي هيدي بصلحها فعلا، هلا بشوف اكيد شو بيلبق لي، شو بيلبق شخصيتي، بس كمان بحب انا اني اسمع، ما ليش في حدا بيعطيني انتقاد، ليش في شيء اسمه لوك كثير بابيوني كثير بتحطي مدري شو، هلا انا هيدي مادونا مزبوط، هلا احيانا بطلع بلا بابيونات، عرفتي كيف؟ مثلا شلتها على راسي حطيتها عرقتي مثلا مثلا اليوم اللي عملتهم اللي بصدر مادونا لازم نحكي عن يلي اللي هي عملتهم تصميمها هلا هاللاعب الورق اللي شايفينه اليوم بعد ما نزلت هيدي الموضه بلبنان بس بالعالم اهم التصاميم العالميه اخر موضه هلا بعد ما وصلت للشرق لتحت لعنا يعني هي لعب الورق ان كان شك على الراس على الشينيون بشكوا الورق، ان كان على الشابويات، ان كان على اللبس، هلا في عندي لبس تاني عملته وكله لعب ورق كمان ايه، فهيدا بعد ما وصل لبنان بعد هيدا الموضه ما وصلت قريبا، يعني انا بسبق دايما الموضه بجيبها لعنا على لبنان قد ما عندي استطلاع عندي بعمل ريشيرش دايما وعندك انت حس شو بيقولوا الجرأة الجرأة والأناقة بالنهاية ما بتلبس شيء ما بيزبط عليها مزبوط. يعني بتحسي تمام يمكن تصرع يمكن بتعمل شيء غير شكل بس يكون كله يكون بيشبه كلاس كمان كله بيشبهها بيشبه. مزبوط يعني ما حاولت ولا مرة اني اقدم شيء ما يكون في يكون مبتذل او يكون شيء رخيص انتبهي اكيد هلا انا يعني شفت الصور مادونا الغالية اللي شايفينهم وهالمصممين يلي يتعبوا كرمالنا تما نقدم شيء يكون مش حلو او ما تقبله العين نعم يكون محترم صح. وتقبله العين وتحبه ليكي مثلا إلي صعب وجماله لما لبست البوتين يلي بيكون قصير وقدمت لي هيدي لوحه ليزا مانيلي صح. صح
لما قدمتها الناس كتير هيك تفاجئت وليكي مثلا شيك داون تالي هو دارج اليوم صح. يعني عم بيرجعوا يعيدوا التاريخ طبعا. ان كان بالبوتات الطويله اللي فوق الركبه الفساتين الشك رجعت درجت هلا اذا بتلاحظي لاحظي هون مثلا هودي تياب انا اكيد انه اكيد ما في اي شخص يقدر يحملهم لان وزنهم كثير ثقيل كمان صار عندي وجع بكتافي وظهري طيب هيدول القطع مثلا اللمباده وقت درجت اللمباده رقصت اللمباده ايه عرفتي كيف؟ اول هلا في لبس عم نشوفه شوي عم بيجرح لي عيني ببعض اللبس اللي عم شوفه مش بلبسي انا ببعض الفنانات اللي عم شوفهم بتمنى عليهم انه يكونوا عم بيلبسوا يعطوني شيء جديد لانه كل اللي شفته اخر فتره كانه عم بيعيدوا التاريخ بس بدي لك شغله لاي مدى فنانة مثلك نعم عندنا نحن بعد بالعالم العربي لسوء الحظ ما بيتقبلوا يجي كونسلتنت يقول له البسي هيك بيلبق لك هيك بيفكروا حاله انه بس اللي بيفهموا ليش انا حبيت اكثر شيء احكي بهالموضوع معك لانه انت العكس تمام قديشك انت ستار ومعروفه بتضلك تروحي عند الشخص المناسب طبعا لا تاخذي رايه وتقول طبعا اعطيه الخبيه خبزك الخبيه استحدى لو اكل نصه لو اكل نصه لاي مدى برايك اسال لاي مدى برايك هلا مادونا اذا مثلا انا بيجي بقول لك مادونا انا عم شوفك بلوك يمكن انت هلا منك مقتنع فيه لاي مدى فيك تجاريني بالموضوع لاي مدى فيك تقولي لي طيب فيي تعال نجرب سوا يعني غيرك كليا فجاه الناس تشوف مادونا بشكل جديد انا كثير عملت له مفاجآت للناس لما قصيت الشعر القصير لما عملت هل انت لما عملت المارينز انت مستعد هلا عم بيعملوا مارينز يقصوا شعرهم قصير عيدي لي التاريخ وشوفي الارشيف اللي عندي هلا بتلاقي بس الوشم حتى على الجسم يعني ما كان دارج درجته الشعر المارينز الشعر القصير البني نعم. هلا انا شعري اشقر بس كمان عملت لهم بني قصير مزبوط جرايد حكيت صح. عنه حلو كل الستات يبقوا يروحوا يقولوا للكوافير بليز عملنا قصه مثل قصه مادونا هلا بعد يعني بهالاستعداد دائما بتحسي انه الواحد وقتها طبعا بتضلك بهالاستعداد انه ما بتخافي عندك جرأة انه اليوم حتى الورق يعني قليل تتلاقي هلا حدا يحط ورق على الشابو او على الجوكر على وانت مثل الجوكر بيلبق له كل شيء يعني مدونة. يعني انا قلت له هيدا الجوكر بتحطيه وتروح بعد بيلبق له كل شيء انت كيف هو محور الحديث لحظه بس بدي اسال سؤال الناس بتحب تقلد الشخص بس طالما كمان بدي اقلد مادونا بدي اشبه شو سرك كيف بتحافظ على حالك لانك ما تغيرتي يعني اللي بيشوفك شخصيا كمان بقلكم انه هي شخصيا احلى من الكاميرا الحمد لله لانه الكاميرا اوقات بتنصح الكاميرا اوقات ما بتعطي الواحد حقه شو بتحافظي على حالك لانه صحيح الواحد بقول انا بقدر بلبس كل شيء طيب ما بتلبسي كل شيء لانه كل شيء بيلبس هيكي امي حلوه كثير بوجهها تحيه بوسه صباح الخير مود بنتي عم يحضروني هلا الجمال هذا نعمه من عند الله صح الجاذبيه الكاريزما كمان نعمه من عند الله هلا كيف تشتغلي عليهم بكون ايمانك قوي بتصلي كمان الصلاه روح الروح كيف بتغذيها الانسان مؤلف من جسد وروح و جسد و رؤي فبدك تغذيهم اذا جسد وروح ونفس لانه هلا شو عم بيحكيني هو ضياع بتغذيهم في صلاه في ثقافه بتقري بتطالعي كمان قصة من الراحة انك تنامي منيح صح ايه بعدين التعصيب بهالايام مليان كل بجرب واحد يعزل حاله بدك تجربي على طول انك تعملي انت حياه عالم لإلك صح تما تعيشي بدوامه تخليكي تغرقي بشيء مش ممكن نخلص منه بالحياه فانا عندي عالمي الخاص باوضتي ببيتي باوضه لبسي بريشاتي بابيوناتي يعني انا احيانا بكون كثير مثلا بين الناس معصبه بفوت على البيت بعمل عالمي بتطلع على بابيونتي بشيلها بحطها على راسي قبل ما انام الكريم اللي بحطه على وجهي مع اني انا بحط اي كريم ادراتون يعني ما عندي مشكله طبيعيه كثير بطريقه تعاملي مع نفسي مثل بنت الجبل يعني الليفه والصابونه
والكريم اللي قدرت طعم مش ممكن مطرق انا معي اي نوع يعني بديش اعمل دعاية لاي شركة لا اصلا ما مش عم تستعمل هالكريمات اللي هي لطيف لا يعني انه ما بيهمني شو الاسم نعم مثلا الفوند تاع الكي ستار مع انه دعاية بس انا بحبه كتير هو كتير حلو للكاميرا للكاميرا فعلا. يعني خصوصي للفنانين كمان نعم. ففي اشياء ما بستغني عنها مزبوط مزبوط وفي اشياء انه اذا كانت موجوده او مش موجوده ما بتزيد ولا بتاخر عليها هلا كيف طريقتي انا بتعامل مع حالي انا بكون نايمه ايام بالليل بقوم بنص الليل بقول هي على بكره بدي البس هاي بدي اعمل هالاختراع حضري حالك نفسيا بقوم حتى لو كان بالليل بفتح الخزانه بشيل كيس الريشات بشيل مدري شو بجيب فرد السيليكون احيانا اذا في شيء بدي اخترعه بسرعه كمان تلزق اشي على بعض احيانا سكربيني سوري يعني جهزي فرد السيليكون حدا كمان ايه في سلاح اعمل شيء هيدا سلاحي ايه برافو عليك ايه سلاحي اني تلزقيه للحرامي على الحيط يعني دغري يعني اذا فات عليك يعني مثلا مره كنا رايحين على غدا كثير مهضوم هلا عم شوف شف شادي شادي صباح الخير عم شوف الحامض والبندورة وهول الغراض مرة كنت معزومة على غدا لبستين شو بدي اعمل عندي شابو بعدين ما تبع انت حط الزق الحامضة والبندورة والخيارة ومدري شو هيك رحت الغدا طلعوا فيي هيك اللي انه شو عاملة مادونا انه عملت لهم شيء جديد مزبوط تنبسطي فيه العين ماني عم بزعج حدا انبسطتي فيه ما عم بزعج حدا قال له كل على ذوقك البوس على ذوق الناس انا فنانة اللي اعطاني هالمجال هيدا كوني كفنانة استعراضية يلي هلا اليوم تحية لكل الفنانات يلي عم بيسموا حالهم الفنانات الاستعراضيات بحاول انا انه اعمل كل هالعالم هيدا مجالي ايه الفن الاستعراضي فتح لي مجال اني انا يكون عندي الجرأة والقوة تعملي هالشي اني اعمل هالشي وما حدا ينتقدني لانه تنتقدي شخص اذا كان كلاسيكي في فنانات كلاسيكيات اذا عملت مثلي اكيد بيضحكوا عليهم العالم بينما انا بحس حالي ما اسمح لك هالشيء اني انا ما اسمح لي انه وخصوصا كمدوق اللي عودت العالم على كثير شغلاكي مثلا هون هالوشم هيدا اللي عم تشوفوه على التلفزيون مش معقول شو حلو يعني هيدا ما كانش بعد حدا لا بقص شعره قصير ولا بيعمل وشم على جسمه هيدا فستان اليسار دانتيل ابراهام بريز اليسار هيدا فؤاد سركيس مثلا هون بتلاحظي هيدا البابيون يعني هاي البابيون صراحه لا بس بدي اقول كلمه عن هاي البابيون بالذات طبعا طبعا البابيون الحمراء عملت عقدي عند العالم انا 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 شاهده في فتره امشي على الطريق شوف هالبابيون كل العالم لابس بابيون اعطيت لك اياهم حبيبتي انت ما سمير صباغ ليك هون فؤاد سركيس يعني المصممين يلي عطوني من قلبهم روحهم الحلوة وإبداعهم فعلا طولنا إيدينا مع بعضنا وصلنا للإبداع كل أنا بدي وأنا دايما بحب فرجي للناس شيء جديد إذا شافوه على حدا يقولوا لي على مادونا على مادونا فبكره ان شاء الله بدي افتح لي شي محل هيك سميه على مادونا او لكيش مادونا مثلا لازم نعمل هالشي لازم تحط لك لكيش كثير جراج مادونا لا 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 جراج نو لاقول لك ليش جراج لانه ما شاء الله عندك قطع تياب من هون ليوم التياب ابدا ما بسميه جراج شو بدك تسمي جراج هو الجراج بعرف بالمعنى انه فتح جراج هيدا مثل امريكا يعني جراج سيل جراج لكيش مادونا حلو كثير لكيش مادونا كثير مادونا هيك او بابيون بانانا شيء هيك ريشه مادونا على كل نحن اليوم مهم انت تكوني لحتى تكون روحي في للمحل انت تكوني بالمحل لما عم تعطيني فكره كانت ورا الكواليس انه نعمل شيء هيك بهاللبس الحلو صح. لازم ما انا كنت عم بحكي مع شركه على لندن نعمل لهم معرض يعني وهيك هول القطع حرام طبعا بدنا ان شاء الله ان شاء الله على كل نحن بدنا نشكرك نحن اكيد رح يكون ان شاء الله لنا لقاء ثاني معك وبكون بغير جو حبيبي بكون غير تام ونرجع كمان وجه ثاني لمادونا نشوفه حبيبي جديد نورتينا صبح عليكم وبقلكم نهاركم حلو ان شاء الله يا رب ونهاركم بعالم الصباح يكون عالم كله مليان فرح ومحبه وسلام للبنان ان شاء الله يا رب يلا صباح الخير تسلمي تسلمي ميرسي كثير مادونا شكرا لبا شكرا لك حبيبي رح نتابع محطاتنا بعد لحظات كندا بارض ورد خليكن معنا